المدرب النجم الساحلي عماد بن يونس. سي عماد، قراءتك للمباراة اليوم وهزيمة كانت غير متوقعة. صحيح، اما الكرة راهي واقعة معناتها في بالاداء اللي في الملعب اليوم. عملنا شوط اول سيء برشا، معناتها ما كناش في برشا دي شيء اللي قلقنا في الشوط الاول اللي كان الاولمبي الباجي احسن منا، توجوا مجهودهم بهدف. الشوط الثاني كنا خير الحقيقة، اما بالاغلاط الكبيرة معناتها اللي صارت ما تجمش تخرج منتصر في المقابلة هذه. عملنا مقابلة سيئة، لعبنا بالخايب خسرنا، لعبنا النهار السبت بالباهي ربحنا. هذيك الكرة مبروك الاولمبي الباجي، معناتها اليوم كان خير منا واستغل الهفوات الكبيرة اللي عملناهم. ان شاء الله نصلحوا، جات في المقابلة الأولى ان شاء الله نتربيهم، وعندنا مرج كبيرة باش نصلحوا. قريب يمشي يسجل ماهيش مشكلة، معناتها باش يضيع لاعب ضربة جزاء ماهيش المقابلة، ماهيش ضربة جزاء، معناتها كانت برشا أخطاء فنية وتكتيكية زادة نشوفوها ونحسنوها. أما كما قلت لك معناتها الأولمبي الباجي زادة استغل المساحات اللي خليناهم وقدم مقابلة محترمة يستحق الانتصار نتاعو. حتى الأخطاء الفردية موجودة سيدي؟ بالطبيعة، أنا هذاك اش نقول معناتها الأخطاء الفردية موجودة في الكرة، لازمنا نحسنوها. وهذا الفريق اللي يكمل في أي مقابلة منتصر هو الفريق اللي يعمل أقل أخطاء ويستغل أخطاء الفريق. الكرة راهي حقيقة الميدان الكلام قبل المقابلة وبعد المقابلة بالنسبة لي كلام فارغ، معناتها فما حقيقة الميدان الناس لازمها تتعب وتقدم مقابلة محترمة برشا باش تنجم تمشي للانتصار. هذه مقابلة تطوير، من غدوة بدنا نحضروا مقابلة الإياب وإن شاء الله الأخطاء اللي ظهرت اليوم نتلافاها في المقابلة القادمة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.